السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا الساعة، مرحبا مرة ثانية بالشركة. طبعا أنا من الصبح خططت وبسوي لعبة وبسوي هذا وبسوي ذاك، لكن فكرت في فكرة جهنمية. أدري بتسبوني، مش بتسبوني طبعا، بتسبوني تحبوني أنتوا، أنا أدري بكم يعني. باخذ خرف بين 1.5 مليون، شو أكثر؟ لا بيستوي عندي 1 مليون شيء صح؟ أنتوا ركزوا ركزوا، خطة ترى ممتازة. كم بيستوي علي الفائدة؟ 11,000 شهريا. حلو، بنشتري عقار جديد، بنشوف هل القرض راح ينفعني في عقار جديد ولا لا. 48,000 اظن، الباقي سوى لي تشينج، غير لي ما اعرف شو استوى الحين. زين الحين اقدر ابني مساحه مثل العالم والناس. استوى عندي مساحه مكتب جديده، طبعا سوري السلسله تاخرت لكنها اشتغل على كذا سلسله من متى. هذا كجيتي كوتوف ولا طر، حاطين اسمه هنا، بنحطه هنا مكتب كبير. هذا حق فول ديفلوبمنت وورك. اوكي تركزوا معي، ان شاء الله ما يجيب العيد، قولوا امين. ان شاء الله زين. وعندكم، عندي ردي الموظفين مالي موجودين هنا، وعندنا البحث، مكتب البحث بنحط المكتب طويل مره. حلو، هذا بيكون فيه مجموعه موظفين طيبين. بنحط الله يعزكم دورات المياه هني، بسوي دورات مياه يعني تعتبر نظامية نوعا ما، يعني بدل ما عندنا دورات مياه تعبانة. اوكي سوي دورات مياه هني، بيتم لي مساحة هني اقدر استغلها. اوكي سوي دورات مياه هني، بنحط لها باب من هني. ليش؟ لأن بسوي غرفة هني، غرفة تدريب عندي، بس ما بقى غرفة موظفين هني تكون. اوكي وباب غرفة الموظفين مطل على اطلالة الحمام الجميلة. مش مفروض ان الموظفين يكون عندهم يعني ما الى هنالك. اوكي هذا مكتبي انا، طبعا لازم ادلع اول شيء انا مكتب ني، حطي لهم مكاتب غالية وعندنا فلوس، مش معناه ان نخسر في السوالف بس. اوكي انزين، بنحطي مكاتب حق البحث، مكاتب هاي حق سرعة الانتاجية، ابو انتاجية سريعة. اوكي 3 موظفين، لكن ال3 موظفين هاي المفروض انتاجيتهم تتجاوز منو الباقين. لحظة شوي، ابا اشل هذا بطريقة يبين ان في درب، يعني عرفتوا هيبين في طريق يعني. زين يكون عندي وين خيل، انا هذا لابس كاشخ صح، انت تعال قاعد هني. اوكي انت بتي هالمكتب، انت بتي هالمكتب، وبنحط كم من موظف جديد. الحين غرفة الموظفين شو بنحط فيها؟ غرفة الخادم. انزين وين غرفة الموظفين؟ هذه هي. شو بنحط لهم؟ بنحط لهم كوتش صغير، ما نبغى شيء كبير، شيء كبير ما نبغى، انسى كبير ما له داعي. انزين بنحط لنا تلفزيون، اكيد في تلفزيون صح، تلفزيون او تلفزيون خله هنا. زين وايد حلو LCD TV very nice. آلة مشروب الطاقة خلهم يشربون يعني فيها العافية. آلة كولا، آلة بيع، هذا فيه بياكلون شيء يسوون شيء ما عندي مشكلة. زين وبأحطي ثلاجة حقهم، بيبون سامان من البيت تعرفون في بعضهم. اوه انا مو اكل اكل برا، لازم اكل بيت، واخر شيء اكل بيت مالهم بعض ما نتكلم. زين سير اغراض متنوعه، بنحط لهم دفايه لان المكان هذا شكله بارد. اشوف ثلج، انا ما اعرف اشوف ثلج، خلينا نحط دفايات. اوكي طبعا ها كله يفرق في انتاجيه الموظفين اللي انا فهمته يعني. لحظه خلينا نحط ثلاجه ماي. زين حطي لهم هني. زين شيره شيرتين في المكتب، شجرتين يعني خلهم شوي يستانسون، خلي شوي يكون عندهم عنصر اللي هو هني. المكتب شوي ضيق، بنحط لهم بعد تراش كان هني عند المكتب، بنحطه عند المكتب هني، وبنحطه عند هذا مكتبي هني، حطه هني يعني يوسخون الغرفة والجماعة الطيبة يعني.
بنحط لهم برينتر، بس برينتر وين بتكون؟ برينتر شيرت في مكان البرينتر. لازم غرفة. اروم احطيه برا، زين اروم احطيه هنا. لو انه زحمة شوي، بس انه الحين الهدف ان نحن نزيد انتاجية منو الموظفين اللي عندنا. ما اعرف ليش يحبون المراوح، بس سيستم قديم. نحط طفاية حريق حق السيفتي، اظني فكرة ممتازة جدا للغاية. حاطينهم هني بعد طفاية، يعني يحرقون المكان هاي بعد. ما في ميكرويف على فكرة، ما حصلته، ما في مكان حق الطاية. انزل لوحة ملاحظات كبيرة، وين ممكن ألزقها؟ ما اقدر احطيها هني، خلي احطيها حقهم هني. بعدين شكل المكان استوى جميل الصراحة. شوفوا كل حد عنده لوحة الملاحظات ماله، هي عنده حد شيء. لو سمحت ممكن يا جيم، شكرا. لوحتين هني ولوحة هني. انزل عندك ملاحظات، عندك شيء تبى تسوي شيء؟ ما تعرف نظام السوني الصوتي، ما بالحينه، ما بها السوالف. مفيدة في الظلام، ما نباها. اوكي بنحطي لمبة، لمبة، لمبتين، لمبة، لمبتين، هني ثلاث بنحطي هني، خلهن ثلاث مو مشكلة. فوق المكتب الثاني بعد هني الغرفة، خلنا نحطي لهم اللمبة الحلوة، لمبة سقف غالية، يستاهلون. انزين الحين الله يعزكم، بقى الحمامات كم خسرنا؟ في عنا فلوس الحين، حلو، وايد حلو. ان شاء الله ما تكون الخطة فاشلة على فكرة. انا اقول لكم الحين، احد يقول ليش خربت الشركة؟ خلاص خربناها، يعني ما نقدر نباع على الاقل. الله يعزكم ثلاث حمامات اساس ما يتريون دور وايد. نشافتين للايد، نشافة هني، نشافة هني، ونبى مغاسل. المغاسل بنحطي لسوري. مغاسل واحد. جديدة، يلا اثنين ثلاثة، بس انا ثلاثة ونشف. ممكن في تبون صدق هذا ممكن حتى نشله من هني. اوكي نحطي واحدة هني، نشل هاي من هني ونحطيها، لا اظن هني احسن مكان. ونحطين الله يعزكم حمام زيادة. اوكي حط حمام غالي زيادة. ها سي عندهم حمامات طيبة، قبل كان في ملاحظة على الحمامات صح. انزين الحين بنسوي مكتب رئيسي حق منو؟ حق الابحاث. مكتب رئيسي، ومكتب الرئيسي ثلاثة في ثلاثة، ولا أزيده ثلاثة في ثلاثة هني، يستوي ثلاثة ثلاثة. مكتب ثاني إذا محتاج مكتب محركات ولا شيء، نسوي له ممر صغير هني، في مساحة ممكن نستفيد منها. بنحط فيه مكتب مالي المكاتب، بنحط فيه مكتب. ليش ما يستوي مكان؟ في شيء غلط في اللعبة ترى. زين خلنا نحطي بالطريقة هاي. شوفوا بعد هذا يباله ما نبى نحط باب، نبى نبغى نمسح المكان كامل. ما اعرف توهكت فيه انا هذا. صبر مكتب ثاني زين، ما يدخل في مكتب زين. عاد ليش رضى اني من البداية احطيه؟ هنا السؤال، هذا هو السؤال. ما نبي يدران نحن، نحن نبغى
مهم بغض النظر، بسوي غرفة تدريب زين، مكاتب، جميع العناصر، سوري هني بس راح قدامهم شغالين خلاص اوكي، رجعوا لعمالهم صح. هاي البحث عن محرك مال ابو حذا خرب، بحث عن انواع جديده العاب. نبقى الحين نشوف الدارج، الدارج الرخص والالغاز مراد معاك. خلنا نسوي بنحتاجه، اكيد ان بنحتاجه. هني ثلاثه يشتغلون، انا بنحتاج موظفين يداد، حطي موظفين. هاي بيشتغل موظف ثاني شكله في النوع 28 تقييم، هذا خلنا نحطيه هني بسرعة. اوكي نبغى موظف هني بس بدمر الغرفة هاي بكبرها، بس السكس بتشوفه بعدين. انا انزين، هذا ذكاء اصطناعي يعين موظفين اوتوماتيك. انزين، وعندنا غرفة الانتظار. اوكي خليهم سعيدين الى اخره، خليني اسرع اللعبه شوي لانه اصدرت لعبه بي ام بي وانا نربو. خلي الفانز هيك اف فيرجن 1.1 بلس قاعدين ننتج حاليا. ندخل المكتب الجديد ترى شيء يعني باله يستحق التفكير. وش نوع اللعبه اللي نسويها حق؟ خلنا نسوي ركس لانه هو الدار. وايد ركس سوينا بس انا اظني هنا يعني مش شوي ابدا. احس الركس ما اعرف والله، قاعد شاور خلنا نشوف شيء ثاني. نبغى لعبة الغاز تكون ما يستوي الغاز وركس، والله ما يستوي غلط. كيف احط هالاثنين مع بعض؟ شو اللغز ورا الركس؟ خل احط الغاز، اللصوص يكون فيها، نسويها حق المراهقين. شوف ما انا بفرع الحين، انا بمحرك كيف 1.0، نختار البي 5 ميزات، اسم اللعبة حرامية. خيب حتشو بيكون حرامية، بنحط على الكمبيوتر ما عندي شيء، ترى احزمة. طيب هذا مكتب رئيسي شوفوا ولا استوى اوكي، بنحطيه على الاتاري، بندق نكست. نحن كلعبة الغاز قبل ما نحط استاتيا استاتكس ولا شغلات زينة، نحن حطينا الكبار. الغاز نحن شو حطينا؟ الغاز ليش ما نحطيها حق الكبار؟ كل صغار يلعبون، اذا بخرب الصغار بس يعني. انزين بنحط هذا، تخلي جيم بلاي فول، لعبه طويله متعدده الوظائف فيها عمق شديد وتهدف الى اللاعبين العاديين بشكل اكثر. هنا بلحظه حمايه النسخ شراء، خلنا نسوي بروتكشن كوبي على اساس نزيد مبيعاتنا على اللعبه. انزين بنروح نكست، بنحط بنزيد لحظه خلنا نصفر الكل، شو رايكم؟ مزيد الجرافيكس فول خفيف، شو رايكم؟ اظني زين بيكم. من يلعب الغاز يابانيين اذكياء، ما في حد ثاني غير اظني يلعب الغاز، كلهم مضرب هاي. طيب يلا افطف هاي الشغلات اللي عندنا، نحن نسوي لها بحث في المحرك مالنا اللي احنا قاعدين نبيعها. فكره بعنا من المحرك اظني بيعه ولا بيعتين كان، والله انا بروحي ما اذكر الحلقه الماضيه، لو انتم تذكرون اكتبوا لي تحت ولكم يا خليل بعت. عندي 700,000 ومديون بالكثير للبنك وما صرت بعديها 700,000. خلنا نسوي لنا غرفه تدريب على الطائر، لما ندربهم على شيء معين. زين خلنا نسوي لهم، انا الحين هالغرفه نشبت لي في حياتي على فكره. زين
غرفة تدريب بتكون هني، صحيح بابا هني. عندنا غرفة تدريب يبالها، لا سوري نبقى في الأغراض ندخل. مش غرفة خادم، غرفة تدريب نبى سبورة سودة، ونبى مكاتب. اوكي بنحطي كم. اوكي this is not good. 2 3 ما اظن بنحتاج اكثر من 3 ندرب في نفس الوقت، لان لو دربنا اكثر من 3 في نفس الوقت راح تكون مصيبة. شوفوا اسرار البرمجة عندنا، دورة تطريب ما عليه، دورة تطوير العاب، دورة العاب بأسهل طريقة، اصوات والموسيقى. نحن شو دائما ينقصنا؟ خلنا نعطيهم دورة تطويرية للالعاب. زين بنعطيهم دورة تدريبية سريعة. حلو بنشوف الشركة بالشكل هذا يوم تتطور شوي زيادة. خلنا نتطور حبة حبة عشان افهم اللعبة اكثر، لان في اذا بسوي موسم في المستقبل ولا اي شيء ولا كل لعبناها لا خل اقول اني فهمت اللعبة. انزين حرامية، اوكي بحث عن ناشر، نبغى لعبة الغاز. هذا الغاز وهذا الغاز. قوة السوق منو اقوى واحد؟ ما حد عنده غاز. قاعدة الجماهيرية هذا اي جريمس. انزين خلنا نشوف 61% على الاقل، على الاقل كالعادة بنطور باتش اول شيء، على الاقل ان شاء الله بتدخل لي ارباح. اول ما تنزل اللعبة ننزل على طول وياها. شوف باتش اصلح البقات. خلط الانواع لخلق شيء جديد للاعبين من الفريق المتاح له. اوكي انتجنا اللعبة، بس ننزل مرة ثانية تحديث للعبة الحرامية هاي، بما ان عندي وايد موظفين المفروض هذا كله يخلص قبل لعبة تطلع من السوق. اوكي الحين سنجرب شغلات جديدة في مكتبي، في كل شيء جديد، حزمة تطويرية جديدة. بس دورة التطوير هاي ليش ما بدت؟ هاي ما في صح؟ اوكي لان ما عندي اظن موظفين زايدين. بس صبر، بحث عن ميزات محرك، تعريف عن يد التحكم، نبى جوستيك، نبى بنطور المحرك مالنا على طول بعد الباتش هذا على اساس يزيد مبيعاته. هو مال خليل فانس يعني، هذا محرك اصلا متابعين خليل، محركتهم انتو يعني. فانا قاعد احسين محرك قديم اقولكم ليش ما نسوي. كيف خليل فانس فيرجن هذا 2.01 محرك جديد كم؟ ليش اسوي لي 12%، 10,000، 15% قالوا بيشتروا، 12,000 درهم نقول يس صحيح. السالفة شوفوا انا عندي مشكلة هنا، تحسين الى شو؟ بنسوي اركيد، عندنا محرك هناك حق الغاز عندنا. مشكلة ما قال ليش الموضوع. بتشوف هاللعبة والله الحين اظن بتدخل فلوس ترى على فكرة. بنبدأ شوي ندخل فلوس لين بالاستراتيجية الحلوة اللي عمل السيفون مع الصوت. محرك جديد متاح الان. اوكي هذا معناه بحث عن عناوين جديدة. كنا نبغى نحن خلنا ندورنا شيء حلو. ارطا ملاكمة خرسنا ابراج مهم فريد من شباع صيد استعمار ساحر حفر عسكر خادم من تجسس تصنيع سباق مرتزق ستيم بانك اطفال خيال وسائل نقل افلام كرة قدم رسم حروب عالمية نهاية العالم فرسان سجن ابطال خارقين تنانين خرسنا ساموراي زومبي اقتصاد. اقتصادي زين، ما سوينا شيء اقتصادي نحن للحين، أنا أسوي شيء اقتصادي. شو رأيكم؟ أسوي شيء ينفعنا يمكن. أوكي هل ترغب بمشاركتك؟ أوكي نعم عندي 100,000 اختار لعبة. نزلت حرامية ونازل لها باتش يمكن شوي تطول في السوق. 58,000 حصة الربح بعنا KFV 1.1 هو الأولي مال الألغاز بعنا واحد. هل نطور لعبة جديدة؟
صبر خلا هذا يخلص. طور لعبة جديدة. بنحسن المحرك ماله الموجود أصلا هو. كل الأحوال. أوكي. بنسوي تطوير لعبة من أول وجديد. زين. أيهم ستريت فايت. ما أعرف أظن ولا بيخص حتى في اللعبة على فكرة. أنا أعطيكم إياها من الحين. من الحين أقول لكم ولا بيخص في اللعبة. لعبة حق هذا المحرك بنسويها ما أعرف حق منه. بنشوف عقب. أخس رومان اقتصادي مدن. ميسر اقتصادي. عندنا نحن فتحنا ألعاب البناء أصلا. ده الغاز بس ينفع الغاز على الاقتصادي ترى. لحظة نحن عندنا اثنين بوبيلر صح؟ خلنا رقص قلنا ما يركب صح سوري. مع الفيرجن مال منو ال 2.0 الاركيد. حلو بسوي نكس بنختاره على الكمبيوتر. بس نحن كيف حطينا الغاز على الاقتصادي؟ انا بعد ما تيكت شو الريتنج اللي كان تعبان هني بسوي نفس الشيء كان جيد. اوكي بنحط حقوق نسخ وطبع بنخلي نفس الشيء بس بنفتح مجموعه لغات ما اعرف عشوائيه. بنحط كل الميزات الموجوده حاليا بنبدا تصنيع لعبه وهني بنبحث ميزات تمرير. حلو تمرير شيء زين. دوره تطوير الالعاب شو محتاجه عشان انها تشتغل؟ ما اعرف يمكن محتاج موظفين فاضيين. خلينا نزيد موظف هناك مع ان حال الشركه شكلها زين. اوكي شكله زين بس خلينا نشوف منو نيو ريسيرش فيتشر ذكاء اصطناعي. خلينا نشوف ان ذكاء اصطناعي بنسوي له بحث على طول. خسرنا كل فلوسنا دايركت. اللعبه القديمه زينه جابت لنا 127000 يعني شوفوا كان في فايده. كان في فايده 127000 وسويناها وشيء ممتاز. بس الحركات ماني ما قاعد تنبه لو المحركات ما اللي تتحرك يا ويلي ويلا شو يستوي. هل تريد نشر اللعبه الان؟ نعم البحث عن ناشر. بعد الغاز اي جريمز كان تعاملنا وياه قبل بس هذا ياخذ فلوس اقل منه. خلنا نسير الفلوس. منصات اخرى منصة ثالثة متاحة الحين نقدر نحط على اللعبة زيادة. نحن ناقصنا اللعب والتحكم. هذا في المحرك الحين. لحظة تحديث المحرك قديم. هلا وين الاركيد؟ هذا الاركيد. ميزات بنزيد التمرير وتي يد التحكم هذا كنترول. اوكي بنفس السعر ما بسوي شيء. 2.1.2 بسوي نعرف ان كم نسخة سوينا لان احنا خلصنا عرفتوا. خلنا نسوي نطور كي اف جديد بنحط في التحكم بسوي لعبة على يد التحكم اللي ناقصنا. بسوي بعد لعبة الغاز لان استوى عندي شو يد التحكم. انواع جديدة مغامرة رياضة لعبة مهارة ما في رعب ما في مرتزق ار بي جي. خلنا نسوي ار بي جي. زين بينفعنا حق المستقبل اذا ما نفعنا الحين بينفعنا ترى بعدين فما في مشاكل. اوكي ممتاز على طول بنزل سوري بنزل لعبة جديدة الاباء. إذا أبغى أسوي بلعبة تيم لحظة تطوير لعبة عندي ولا هاي تطوير لعبة جديدة تحديث هذا تطوير طور تحديث للعبة أيهم ستريت فايت. هاي راحت من السوق. إضافة MMO ما أبغى لأن المينيو مش واضح. هاي مشكلة الميني مش واضح لنا ملعب المعرب اللعبة هاي ما اعرف شو تسوي. فبنسوي لعبة جديدة اخر شيء جبارا يعني غصبا عنا بنسوي لعبة بوزل. اسم عشوائي بنحط ميوت النينجرات فأران سلاح فأران النينجا المتحولة. هم سلاح في النينجا بس حولوها الى كانت حق كبار بنخلي حق مراهقين. بناخذ لنا نفس الشيء لعبة مهارة. تغير السوق. اوكي لعبة مهارة استعنا عصابات
على طول على طول. هذا 2.02 بنختار لفرع مهارة أركيد نقيم فيها. بنحطيها على الكمبيوتر. كتاري عنده 7% من السوق. بنشوف حزمة التطوير منه ماخذ 13%. ما أعرف هذا منه بس 6500 حلو سعره الصراحة. إن فلوسنا زادت بنصير نكست. نفس الشيء. الحين ناجح. أظني ناجح. بس اللي نحن كان ناقصنا شو؟ جرافيكس. مجموعة عشوائية كالعادة. مش كالعادة يعني كان. الرام 4 ألوان. موسيقى كمبيوتر. صوت سماعات الكمبيوتر ما نبغى. زين أبالغيك يا أخي. نقص واحد هذا روم الغي. أتسامي التعريف تمرير ما نبغى. أوكي. وخلنا نسوي. هو أظني كل ما تزيد التكنولوجيا حبتين كل ما يزيد مستوى اللعبة عندنا ترى. أيهم ستريت فايت أنا ما نزلت لباج كل باكز اللعبة. سوري أيهم. قتلت لعبتك أنا. راحت عليك. الحين 1080 بنطور على اللي ماسك السوق الحين. الكمبيوتر دائما هو انا احس انه عنصر اساسي من اللعبة. خلنا نشوف بحوث اخرى بي بلس نزيد مواصفات زيادة على الالعاب نقدر نحط اكثر من 5 يعني معلومات. لا والله وايد فتني الصراحة بالصورة يعني. اقول لك صح روح اقول الله يستر عليك اقول لك. افضل موسيقى بحصل اسوأ لعبة انا اعرف ولا واحدة لي بس انا ها حرامية اللي خسرتني. بحث عن ناشر مهارة 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 اركيدها كانت مكانت مهارة والله 71 نايس. لحظة خلينا ننزل لها تحديث ننزل لها باتش. سوري ايهم بس سحبت عليك توا. انزين 55,000 شكرا ايهم على الفلوس. ايهم ترى واحد متابعين يعني اخبركم الحين بتشوفون اسامي متابعين عندي زياده بعد السنه. شو اسمه لحظه. اوكي يلا خلينا ننزل لها باتش على طول وانا اللعبه زينه وناجحه عادي تضرب عندي فوق. اوه نزل فيتشر جديد بالا مشهورة لكن سيقوم التسويق متاح الآن لخدوس سنة ثلاثة على اللعب. أوكي صبر خلينا نبطل اللعبة. إنزين تسويق محتاجين ماركتينج. إنزين سيقدرون يطوفون طويلهم صح هني. نسوي الباب مالهم بعيد عن غرفة المحاضرات عشان نسوون حشرة ونشتري لهم مكتب. نشتري لهم كم واحد بيداوم هني. انزين زين اثنين موظفين نقدر نشتغلوا هنا. انشاء حملة تسويق وسلحظة وشي بالي موظف تعيين موظف برمج الرسومات عمل مكتبي. ها فول في البرمجة تعال برمجة فول عنده عمل مكتبي نبى واحد هذا مال تسويق. اوكي واحد برمجة فول وظفنا توه. ايش بيسوي؟ بنشل هذا؟ بنشل ليش مرة بنشل اللي قاعد هني؟ لحظة something is wrong. ويت خلنا نشوف إدارة الموظفين مالي. اوكي موظفين هاي موظفيني صح؟ ايوه بتوهق ويا ها معناها بشله ببيعه بشل مكاتب مكتب هني ومكتب اظني هاي اللي احطيها مكاتب بيستون افضل. لحظة لحظة
لحظة أغني وجدت المعضلة. مكاتب شو اللي يخرب عليه؟ هذا ابي اخرب بيع ما ابغى ابغى احط ايوه سويت 4 مكاتب نايس الحين خليه يشتغل ايوه الحين سوي حمله التسويق حق منو حق نينجا العاب نينجا راس نشر اعلانيه ب 8000 مجله محليه مجلات العاب عالميه ملصقات 1000 راديو وتلفزيون 500000 انا بخسر 8000 على حمله شو حملت زين بسوي له حملة ثانية إيش حملة تسويق ألعاب مجلة محلية أوكي خسرت عليه شوف بس بس بتشوف هذا واو دخلت عليه 500000 لحظة لحظة خلنا ندخل عليها تحديث يو سويت لعبة كسرت السوق يو هذا كلام ما في منه خلاص هني الحلقة بتوقف عشان ما خبص شوف الفلوس اللي سلفناها قاعد ترجع من اللعبة يا سلام يا جماعة كيف ترتيب خلنا نسوي لها كويت ويت تستاهل هاي والله تستاهل عملة تسويق ب 100000 ولا دخلت 500000 خلنا نسوي لها 500000 خلي الناس تشوفه بعدها لحظة هاي شو تطوير جزء جديد ايوه ميوتنت نينجا راتس هاي نجحت ويا نجح الجزء الثاني اوكي رجال عصابات ولصوص مع بعض بزيدة بنحطيه على نفس البلاتفورمز الموجودات بس شو بسوي الحينه ليش ميزات ما اخترت محرك ميزات انا اسف من الحماسة بنختار هذا بنختار ريتيل تكاليف 100000 بنحط ليش يا خليل متحمس تنسى المحرك كل شوي اللعبة مكلفة ترى 200000 اللعبة دافعة 200000 اذا ما نجحت هاي بتكون معنا بس دخلت لي مليون اللعبة دخلت لي مليون فوق المليون دولار يا حبيبي واللعبة مستمرة يا حبيبي تعال دعم تخطين الألعاب يا حبيبي على اللعبة بنزل جزء ثالث بعد بدعمه بزيادة بتشوف إذا الجزء الثاني نجح يا حبيبي اللعبة تلعبة تذكر 91000 جيمز اوف ويتشز بعد المحرك مالي مباع يا سلام يا سلام يا جماعة كلكم الحين ذاك اللي ما يدق لايك يرفس فصل لايك هذا يكسره الحين على اللعبة بس الغاز انت تعاملت وياك والله انت مضبوط لابس العنوان نكست 71% وحياتكم بعد على طول من يقول كشك لازم صغير بس متنتر انترادس 2 ما عندي فلوس اسوي حق اللي اقبل 1300 على طول بنزل باتش على اللعبة الجديدة نينجا راس 2 سيدا امسح الباتش اول شيء اسوي في اي لعبة تنزل خلاص اثبت قاعدة الحين صبر عناوين جديدة بحاول اني لحظة انا ابغى انزل هاي شو كنترول جنريشن 1 نخط هانتلد كاتريج اقدر اسوي شغلات انا صبر لعبة مهارة مرتزق RPG رعب مغامرة رياضة نحن عندنا سيميليشن وعندنا رياضة عندنا شغلات بتركب وياها فخلنا نسوي رياضة أول شيء زين وعلى طول بنزل لها طور تحديث للعبة نينجا راتس 2
خلى برايها هيك فيها بق بتطلع من السوق الحين قريب خلاص يا بت. أوف. مليون وربع دولار، مليون وربع دولار. نينجا 2 ما اعرف كيف مبيعاتها، بعد عندي محرك كيف 2 انباع بشكل جميل. الحين نزل شلينا البقات مالها، حافظ على مبيعاته يا حبيبي، كسرت السوق. تعال خلنا نسوي ريسيرش. ويت انتوا وايدين ما شاء الله وتوم بحث بسرعه. بنسوي اللي هو شريط سوني ولا سكرين ولا وايت. لحظه خلنا نسوي كنترولر جنريشن 1 مال اتاري، هات كلمه بنحطه ضمن التطوير، استوى عنا فلوس. يا سلام، هذه هي الالعاب اللي تفتح النفس. لحظه انا اعرف شو تفكرون، تسديد قروض. ما عندي قروض، ما عندي قرض، خلاص قرض شيء اسمه قرض ما عندي، بس بنطور تحديث للعبه. ما ادري اذا عندي فلوس الحين، بس اظني عندي فلوس حق تطوير جديد. 21,000 بياخذ مني وايد والله. اللعبه دخلت الحين 2 مليون دولار. انا خلينا نسوي لها حمله تسويقيه. كم عندي؟ 200,000. خسر 108,000 على الراديو. اوكي بسوي لها حمله تسويقيه الحين، بجرب امكس الشغلات مع بعض، نفجر الدنيا خلاص. السيستم القديم مال تعال اسوي وهذا ما يمشي الوضع. خلينا نسوي زومبي، انا متاكد زومبي بي وقت كل حد يبي يشوفه. بسوي الحين مجموعه عناوين، بسوي زومبي، بنسوي زومبي العصر الآلي، قرصنة. قرصنة لازم، والله دخلنا ملايين. نزلنا عليها بات جديد، تطوير لعبة. هاي شو كانت؟ تطوير جزء جديد. هاي شو لعبة مستوحاة من لعبة؟ عندي ألعاب ناجحة، هاي نفس نجاحي، بس شو الحين بسوي؟ لا ما بطور لعبة جديدة، بطور محركي الأولي زين، اللي هو مال أركيد زين. نزيد الميزات فيه. عندي فلوس، عندي فلوس الحمد لله، ما عندي قروضة. ونهني تطلح عنوان جديد، نبى عصر الحجري، وايد حلو حق لعبة بناء، وايد حلو بيكون. بس ما شاء الله سريعين، استووا مرة واحدة، قاموا بسرعة كل شيء يسوون. هاي 250,000 غالية حاليا، ومش محتاجينها أصلا، مش محتاجينها أصلا. 70,000، 80,000 مغامرة قتال محاكاة. بعد نبى المحاكاة شيء مهم جدا، محاكاة والرياضة زين والضرابة وهالسوالف. يعني أنتوا تبسون سيميليشن حق هالسوالف والبلاتفورم اللي هو البناء والله مليون شيء عاد. خلاص خلاص يا ربع، خلاص أنا خلاص كوت جي جي، مع السلامة مع السلامة، خلاص لا مش ممكن تطوير لعبة على طول. اسم عشوائي يا جماعة، أقولكم شريفو ماركت. شريفو واحد متابعين بعد ترى اللي شو هذا، شو حطه زين شريفو. لحظة خلنا نشوف شو نختار له. نوع الرئيسي للعبة، لعبة مهارة، مهارة مهارة يا مهارة مهارة بيكون يوه لعبة مهارة. بنحط ويا أركيد، بنختار له عنوان زومبي، زومبي و زومبي في العصر الحجري. يلا زومبي في العصر الحجري مع محركنا الجديد الفرش مرة جاهز. اوكي حق لا الزومبي خلي حق كبار شوي. اوكي ما بخلي حق لا 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 ما بخلي حق مراهقين، خلي حق كبار الزومبي. طبعا البلاتفورمز الموجودات عندنا للحين ناجحات، شكل مور ما نزل عليه الالعاب الحين. هاي زين يبالها اي 7%، 6% بي 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 بلس، بي بلس. نحن بي بلس الحين، هاي بي بلس، هاي بي بلس،
زين نحن بي بلس، خلنا نحط يعني لعبتين هاي ما طلعت حتى السعرة. لعبة 240,000 والله، فالربع توي دافع السلفية، بس دافع 1,000,000 شيء وبتسلف 250,000 عادي، تسامحوني فيها هاي. بس تعرفون شو؟ لا الشيبان ما بيلعبونها، خل هاي اللي يلعبونها، بس غيرت رأيي. انزل نحط جيم بلاي نص نص، خلك كله فول شي. شو رأيكم؟ خلنا نحمي لعبتنا. نكست. قرب زي لحظة، هذا اللعب يكون احسن. اوكي حط لغات عشوائية بعدنا نشوف، ما وصلنا في التكاليف الفعلية. صح، انت لا تملك المال الكافي، واقترض 100,000. زين صح، خلي يسوونه، نسوي حملة. سويت رغ يو. شريفو ماركت، خلاص بنسوي دعاية على شريفو ماركت، خلاص على الراديو. سامحني يا ميوتنت، افضل لعبة حصلت شيء؟ ما حصلت شيء، بس على الاقل ما كنت اسوء لعبة. زين انتو تعالوا، ما عندكم شغل، الله كدكم كد، خلي كل العناوين هاي تدرسونها كلها دراسة. سفن فضاء، العب. ما نبغى الغاء مشهورة طبعا، ما نبغى، الحين قمنا ندخل فلوس من غير مشاريع ما يستوي. 250,000 غالي، انواع جديدة غالية كلها. نبغى نسوي رعب. زين رعب زين، في عندي رواتب، ما رواتب بخليهم انا هاي الحين، ما بسوي لهم شيء. ابغى تنزل عندي لعبة جديدة وانزل لها باتش على طول، بس تعرفون بس قاهرين انهم قاعدين فاضيين، ما اقدر مستذب. يلا قاهرين قاعدين فاضيين، ما هو فاضيين، ابغاهم يكدون كد. عنوان جديد نينجا، ها نيو فيتشر، مفتح لي شيء جديد، نايس. 35,000، خلونا ندخل فلوس، خلى اللعبة هاي تنزل السوق الحين. وشريفو ماركت 1,300,000 يا حبيبي، طب الشركة الجديدة دخلت ملايين ترى، ما حد يقول شركة فاشلة، أنا أحذركم صراحة. معلومات ما فهمت ولا شيء، شكرا. ترجمة هاي مرات بطلع الروح. لديك الآن استديو رسومات، يمكن تحسين رسومات واحد من الألعاب، وصلت ما يكفي من نقاط الرسومات. أوكي بس ما عندي مكان أسوي فيه تحسين رسومات. 35,000، ما عندي فلوس، إيش قاعد طالع؟ ما عندي فلوس، أنا خلصت حملة دعائية هني عندي، وصلت للناس، عندي 2,000 شيء معجب. حلو الحين بتوصل اللعبة هاي في السوق، ما أعرف أنا أكمل الحلقة هاي طولت ترى. بحث عن ناشر مهارة، كانت صح مهارة يا حبيبي فد. لا 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 مش ممكن، شركتي الجديدة مش ممكنة ابدا ابدا، شركتي الجديدة مش ممكنة. لحظة 250,000 هاي بدي اخلي 1,000,000 شيء، فلا تقولون ليش دفعت هالكثر. تطوير باتش 32 على طول، بعدين اشغل اللعبة خلاص. ولا مسوي عليها دعاية، لحظة حبيبي العاب حملة تسويق مجلات، روح في الدعاية، اقول لك كثير فيه. دائما منارة، هناك دائما منارة، صحيح. تحديثات وحزم اللغات، بنطور اللعبة تطوير شامل جديد من قبل لا توصل حتى في نص السوق، خلاص عطى من الاخر وخلص الامور. 400,000 ايوه عطني عرض، وبنطور محرك جديد عقبها ينباع. الحين قمنا نسوي خلطات العاب الصراحة خرافية. لحظة البنك، تسديد قرض اوكي خلاص، عندي 200,000 كفوني. انزين لان اللعبة هاي بتدخل علي من شيء يا حبيبي. خلاص بنحول الحين، بنحول في الحلقة الجاية شركة جديدة ترى، خلاص انا اخبركم الحين. اذا تم الوضع على العاب بنفس الطريقة هاي خلاص جيج، منتهي الوضع لكم، خلاص عندي اقول لكم، عندي الموضوع خلاص، عندي الموضوع مرة من الآخر. موسيقى
أسيب بحث عناوين عشوائية، ترى أربع عناوين حسب يوم أي أختار لحظة بحث أنواع جديدة مغامرات استراتيجية. خلينا نشوف واحد منهم يعني مغامرة. نعم نقول مغامرة، تعال نقابل مغامرة في الدنيا إن شاء الله قريبا. كشك صغير، كشك صغير للحين بعد ما أحتاج، لأنه ما عندي أكثر من لعبة. المعجبون 1700 وشي، عندي 4000 وشي معجب، وفي امتداد جديد للعبة نازل الحين، تطوير محرك جديد، تحسين محرك قديم، الاركيد ماله 2.2 بلس بلس طبعا لا 2.2 كنا سوينا هذا بنتخطى ميزة واحدة، ثلاثية ابعاد، دعم 16 لون، دعم 4 الوان، ما اقدر اشيله خلاص استوى ستاندرد في النص. 12,015% من ارباح وايد ممتاز. كم تطويره هذا يكلف؟ 70,000. عندي فلوس الحمد لله. زين يا جماعة انا ما لدي اقولكم نباع محرك على طول. شوفوا اللعبة كيف قاعد ادخل فلوس على مين، شركة الجديدة دخلت ملايين. نشوفكم في حلقة قادمة ان شاء الله على خير. اتمنى منكم لايك شير سبسكرايب على الحلقة هاي بالذات، ولا تنسون كيف نفجر السوق الحين. هذا هو، وكف عليكم الخليليون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.